أمام أوروبا، وأحيي النواب الأوروبيين الذين يمثلون 27 دولة، أي 27 شعب، ونقول أن هذه المواقف المناصرة للديمقراطية ترفع من معنوياتنا، وهي تعزز علاقة الثقة بين الجنوب والشمال. نحن لا نعتبر أن هذا الموقف هو تدخل في الشأن الداخلي، وإنما هو دفاع عن المبادئ الكونية وعن الحقوق الكونية للإنسان، وهو نصرة لكل ما طرحناه، ما طرحه البرلمان في لائحة البارح نحن طرحناه منذ 25 جولاي 2021، فلا يمكن إلا أن نرحب بهذه اللائحة ونشكرهم على موقفهم.